رئيس الغرفة الوطنية لتجار لحوم الدواجن بالتفصيل سي إبراهيم النفزاوي، باش نحكيو اليوم على الارتفاع اللي صار مؤخرا بطبيعة الحال الأسبوع هذايا في أسعار الدجاج. قل لي شنو الأسباب؟ شنو الأسباب؟ الارتفاع الطفيف، مش الارتفاع الكبير برشا اللي صار الدجاج الحرير. بالنسبة للارتفاع ثم شوية سخانة، صغار الفلاحين تضر شوية، يعني ما عندهمش إمكانيات تاع التبريد وما عندهمش إمكانيات، هذوك مضر شوية. وصل الدجاج باش ترتفع، مش ارتفاع، ماش ارتفاع درا. قديش زاد؟ زاد حكاية فارغة، زاد 500 600، أما ما تسماش ارتفاع. إذا كان دينار ودينار و500، لا 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 لا، إذا كان ثم ارتفاع، ارتفاع الوقت خاطر تو كي تقول لي دينار دينار و500، راهي التكلفة، راهي التكلفة نتاع الدجاج تو تكلف 8215 مليم. بالنسبة للبطوارات والمذابح هذوما تكلف لهم تو الدجاج ب 8215 مليم. وبالنسبة للدجاج الحي يتكلف 4530 مليم. ما ثماش تسمى تكلفة، إذا كان ما خرجش على 10000 ما يسماش غالي الدجاج راه. أي من اللي كان ب 8000 وحاجة ولا 9400؟ طبيعي هذاك تو عرض السوق، عرض وطلب، ساعات يهبط ساعات يطلع، ساعات إذا كان باش يبيعوا ب 8000 راهو يبيعوا بالخسارة. بين قوسين، وانا ما ندافعش عليهم، ما عنديش حتى باش السلطه باش ندافع عليهم ولا الصفه باش ندافع عليهم، اما راهو باعوا بالخساره 8200، كي يبيعوا لك ب 8000 راهو بالخساره قاعد يتباع. اما توا رجع شوي وباش يرجع، راهو مش يقعد هكا 9900 حتى 9200، هو تو من 9200 حتى 9990، اما جميع اخرى يرجع يهبط يرجع. كما طلع تو العظم مثلا، العظم طلعت شوي تو. نحكيو على عظم، اما قل لي ساعة عندنا انتاج متوفر كمية الانتاج ولا؟ عندنا شهر اوت عندنا 12300، احنا في شهر جويلي كانت عندنا 11300، في شهر اوت زدنا 1000 طن، ولت 12300 بالنسبة للدجاج، بالنسبة للدان عندنا 6100 طن بالنسبة لشهر اوت، عندنا انتاج مش نورمالمون كي يطلع الانتاج ينقص السوم؟ لا ما ينقصش السوم، ما ينقصش السوم، انا قلت لك كيفاش العوامل، ثم عوامل شوية طبيعية، قلت لك صغار الفلاحين هذوما تضروا شوية، ما عندهمش إمكانيات تبريد وانتاج هذوك تضروا شوية، لكن تو هاو بردة جدا، تو يرجع السخانة مع السوم موجودة، وباش يرجع بطبيعته، تو جمعة أخرى باش يطيح الدجاج، باش يطيح يوصل حتى 8200 باش يرجع كما ينبغي. سكالوب قداش يخدم تو؟ تو ب 20 سكالوب. 20 دينار، 19 دينار و500، 19 دينار حتى ال 20. اما هنا برا شوف المساحات الكبرى، انت المساحات الكبرى سكالوب 23 دينار، الدجاج ب 10500 في المساحات الكبرى، هذوكم على راسهم ريشه راه. اسمعني على راسهم ريشه، لان حتى واحد ما يكلمهم هذوكم، هذوكم خارجين كانهم خارج دوله وحدهم، هذوكم كانهم دوله وحدهم. اما المراقبه والوزاره ما تجي كان تجار التفصيل هذوما الصغار، اما هذوك ما يراقبهم حتى واحد. برا شوفهم كيفاش يبيعوا فيه الاسكالوب 23 دينار، وقت اللي هو ما تكلفش السوم هذا. احنا نشرو فيه 17500 17800، عندنا هامش ربع حتى 14 13%، مثلا مش المساحات الكبرى ماهوش فوق القانون نورمالمون. لا لا، احنا انا نعتبرهم فوق القانون تو. انا كي نمشي ونشوف الاسكالوب 23 دينار عيب، مش معقول مش معقول. اشكال بولي هاو عندي ب 19 دينار، هاو موجود عندنا ب 19 دينار في كل في المارشي كامل، وفي الخارج وخارج ونقاط البيع المنظمة كلها ماشي الأسوام هذه. أما هم عندهم قلت لك على راسهم ريشة، وعندهم امتيازات أخرى، عندهم هاك الربح الخلفي وهاك الربح الجو، وعندهم برشا حاجات اللي يمتازوا بها نورمال، ما هم يكونوا أرخص من حنا في المنطقة، عندهم برشا دي برودوي يبيعوا فيها نورمال، ما يكونوا أرخص من حنا مش أغلى. اما هذوم قلت لك ما عندهمش حتى ما يراقبهم حد. وكانه فما تنافس بين تجار التفصيل والمساحات الكبرى، معناها تنافسوا على المواطن، قد كل واحد قداش يزيد معناها. لا احنا ما نزيدوش احنا على المواطن، احنا نمشوا بالقانون نتاعنا، وثم قانون نمشوا به، والمواطن هذاك راس مالنا، والمستهلك هذاك راس مالنا. اذا كان ما اما هم ما عندهمش، لا ما نتنافسوش احنا، ما نوصلوش باش نتنافسوا معاه. اما هم يتنافسوا في حاجات اخرين، يتنافسوا برا، شوفوا ايش يبيعوا، شوفوا ايش يعملوا، شوفوا ايش كيفاش يشروا سلعتهم هم بالروتور، وكيفاش ياخذوا على 90 يوم على 80 يوم. انا السلعه كي نهبطها نهب ما يهبطها لي من الكاميون، انا ما ندفع فلوسها، حب حتى الشيك ما يقول لا شيك، كان سبيس كان سبيس. اما بالنسبه لهم هم ياخذوا 90 يوم 80 يوم 120 يوم، ياخذوا بالكريد، ياخذوا مش كيف كيف. علاش نتنافسوا؟ كيفاش باش نتنافسوا؟ يظهر لي الاسعار قاعده تطلع وما فماش تخمام انها باش تزيد باش تنقص. سامحني
هذيك هي هذيك المنطقه يعني اللي يطلع مع الشعب. لا لا هذا لا الدجاج يطلع ويهبط الدجاج، هذاك المنطقه السوق عرض وطلب برا. اذا كان ثم طلب حتى السنه ما ثمش طلب برا في 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 الصيف هذا، فما ثمش طلب، لا ثم عراس لا ثم افراح لا ثم شيء. المكتوب المواطن مهري، ما فيش برشا مصاريف وبرشا كذا وبرشا، ما ندوش بشي هيك تتفرج شوفوا شوفوا المرشي كامل، شوفوا تلقي شوف واحد ولا اثنين يشرو في الجيش. ناقصه الخدمه ناقصه بطبيعه الحال. وقلت لك، انا قلت لك الطاقه الشرائيه تاع المواطن هتهرت برشا. سنين نفور من الاسوام، كيفاش باش يشري المواطن هو غالي عليه؟ هم يشري هم يشري يشري مش مش مش, مش بالكيفيه، الكيفيه نتاع من اول، كيفيه سنه ناقصه 70%، انا نقول لك 40 50% ناقصه سنه، مش كيما عملوا. إيه فما انتاج، علاش ما ينقصش السوم؟ انتاج موجود، هاني قلت لك موجود. ها ينقص السوم، غلاء جمع تو غلاء، هذا كاين كاين غلاء جمع، كانوا نبيعوا فيه حتى ب 7500، كنا نبيعوا فيه ب 7500، 7500 راهي خساره للمدخلين، للمدخلين الكبار هذوما خساره، اللي خساره لهم. واذا كان خسروا كيما تو صاير باش يصير العظم، راهي مشكله كبيره. راهي تقصد خساره في قلت الانتاج معناها اكثر ما يبيع بالخسارة؟ كيبيع بالخسارة، يبيع بالخسارة. وقت الدجاج يتكلف له هو ب 8215 وكيبيعوا لك أنت ب 8000، أقل من هامش، أقل من ربح، كيف مش بخسارة هذيك؟ خسارة تجبد بعضها، إذا كان باش يداو ما عادش ينجم يداو، هذيك المصيبة العظمى. الأسعار نتاع الدجاج تقريبا في كل بقايا كيف كيف ولا يختلف من مكان لمكان؟ الكل كيف كيف ما عدا المساحات الكبرى. ما عدا المساحات الكبرى. كلها كيف كيف، ما تلقاش فرق ديفيرنس كبيره برشا بين هنا ولا حي التضامن ولا قفصه ولا صفاقس، ولا كلها ما كلها سوا معمول بها. اما مع هذه المساحات الكبرى هذيك سوا ما تختلف. تو نجيو للمساحات الكبرى لهنا، مرشي سنترال 9400 تقريبا، سيدي حسين في زون 7000 وحاجه، طبعا حسب ما قالونا بعض المواطنين في اماكن اخرى 8000 8000 وشويه، دونك فما اختلاف. 7000 واش هذيك؟ ثم حاجه هذاك ذبح عشوائي، ذبح عشوائي، هذاك يشري دجاج حي يذبح بالقصعة، ذبح هذاك يسموه ذبح عشوائي. مش ممنوع؟ ممنوع، لكن ما ثماش شكون باش يراقب، شكون باش يراقب؟ ثماش حاربناه حاربناه. احنا في 2010 رجعناه للذبح العشوائي، رجعناه 90% نحيناه من البلاد. تو رجع من بعد الثورة، رجع تو رجع بصفة مهولة، بصفة مهولة. قاعدين وهذوكم تو راهو الذبح العشوائي ساعات ساعات نغلطوا فيهم شوية، راهم هذوكم اللي قاعدين حاطين السوق في توازن، وكان مش هم في حاطين السوق في توازن، رغم البطوارات زادوا ذبحونا احنا، رغم زادوا ذبحونا احنا. نقصوا عليكم معناها؟ هذوكم شيء طبيعي، ثم كونكيرونس بين الذبح العشوائي وبين هذوما، هذوكم قاعدين ياخذوا في الدجاج حي يذبحوا فيه، ينقصوا على البطوارات ما عادش يمشي لهم البطوارات الكل. هذيك المشكله وين؟ اللي صاير هما تو تلقي كما قلت ب 7000 7000 وامور ما هي صحيه، راه ما هي صحية، ما هي صحية باش يخدموا باش المواطن ياكل الدجاج هذا. وان شاء الله اذا ثم اداره دخلت جديده قديمه، هي المعهد الوطني للصحه وسلامه المواد الغذائيه، هذه اداره جديده كما اداره الاداره الجهويه للتجاره، مراقبين هذوما مراقبين صحيين ان شاء الله. هذوما انا بعثت لهم مراسله ان شاء الله باش تقابل مع السيد المدير العام تاعهم، وانا ثم نقاط باش ن شنو دورهم؟ هذوما دورهم في الواحد، دورهم في الحفاظ على مثلا حتى الذبح العشوائي ينجموا هما يعاونون عليه باش ينحوه، ينجموا يعاونون عليه باش ينحوه. ماجي قلت معدل السوق وماجي قلت يتنحى. لا لا معدل تو معدل، اما كي تنحى كي تنحى ويرجع الناس تكون منظمه تبدا العلوه باش تعدل السوق نتاع، اما تو فوضى راهي داخله بعض فوضى، مش نشدوها معدل خاطر هو معدل السوق نخلوهم، لا ينجم السوق يتعدل كي تنحوا هضم تولي الناس كلها منظمه، يولي تعدل السوق بدو يعطي في حتى شكل اختلاف. اما تو بالنسبه للتو راهو ماهمش يعني كما حكيت لك معدلين السوق، وهذوما الاداره الجديده هذه خدمتها تو سلامه السلامه الصحيه للمواد الغذائيه، هي اللي باش تراقب هذوما الناس هذوما كيفاش يخدموا كيفاش يربحوا في الدجاج كيفاش كذا كيفاش، اذا حاجه ممنوعه ممنوعه. هذا اللي صاير تو. قلت لي من المنتظر انه الاسوام نتاع البيض باش تعاود تغلى. لا تلضعت، بدات من البارح، طلعت البارح ب 11 ب 12 100، اليوم هي ب 13 120، طلعت راهي تباعت العظم، تباعت وصلت تباعت ب 750 750، هي التكلفه نتاعها العظمه 271.2. اذا كان يبيعها هو ب 160 ولا 150، هذا اذا كان يخدم شهر شهرين
ما عادش تلقاه موجود يضمحل جملة وتفصيلا كما صاروا. تو كانوا عندنا 600 راهو كانوا عندنا 600 تو ما ثماش حتى 100 ما ثماش فلاح. وباش نلتزوا باش وقت هذاك كي يمشوا هذوما اللي موجودين توا كي باش يمشوا باش نولوا نلتزوا باش نجيبوها من برا باش نجيبوها بالعمله الصعبه ونجيبوها برا. اش معناها باش تستوردوا العظم؟ اذا كان باش يبيعوا باش يبيعوها بالخساره هما توا ديجا بالخساره يا اخي. لا يزيهم بالخساره لا يزي البنوك ذبحتهم لا يزي برشا عوام. اذا كان فلاح هو يخدم بالخساره شهرين ثلاثه اربع شهور حتى اذا كان ما عندهاش ربح يخدم الخساره مو باش يسكر ويروح. وكذا سكر وروح مش عندك انت قداش عندك يبقوا في البلاد؟ يبقوا ثلاث من الناس في البلاد اللي يهمنوا على هيمنوا على السوق ثلاث من الناس باش يبقوا والبقيه كل بتضمحل تضمحل ثلاث من الناس باش هما يسيطروا على الوحده. واذا كان سيطروا حتى انتاجهم ما يزيناش اصلا حتى انتاجهم ما يزيناش ورغم انتاج شهر رؤوس عندنا 152 مليون بيضه. فما زياده نورمالمون؟ لا 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 انتاج لا لا ما ثماش نقص ثماش نقص. اما قلت لك هاني قلت لك اللي صار توا البيعان بالخساره من الاستهلاك الاستهلاك نقص الاستهلاك نقص. علاش ما ثماش علاش يتباع بالخساره؟ قلت لك عرض وطلب. اذا كان ثم قبال على العظم باش الناس تشري العظم باش كل واحد تاجر تفصيلي يمشي يشري وتاجر شفت الاحوال الكل موجوده ما عادش يحبوا يخدموها. علاش؟ على خاطر فيها هامش ربح صغير فيها 15 مليم في الكعبه اللي هي كي تكسر كعبه في بلاتو كانك تخدم بلاتو بلاش وامبلاج بلاش وكل شيء بلاش ما عادش يخدموها العباد. شوفي قداش الحانوت موجودين ما حتى واحد ما يخدم فيها العظم ما عادش يخدموها. احنا طلبنا بعثنا المراسل الوزير هذه الجديد ما تفاعلتش معنا تو لحد الان لحياة المنتونادي بعثنا لها بعدة مراسلات بالنسبة للعظم وعندنا تنقيح كرة الشروط بعثنا لها باش نحبوا ننقحوا في كرة الشروط لحياة المنتونادي لا قبلتنا لا عيطتنا لا جابتنا شيء ما ثم ما عندناش حتى اتصال. قبل كنا على الأقل ثم اتصال مع الوزارة وثم اتصال مع الوزراء اللي يجي عيطنا ونحكيو نتناقشوا ونعطوه ونمدوه خاطر ما يعرفوا شيء هما شاد بير وشاد برقة ما يعرف حتى شيء. ايش نعطيك أنا الصحيح أنا نعطيك الصحيح هذه ما عدتناش لحد الان ما عدتناش ما نعرفش اش بها هذه. عندكم تنقيح في كرة الشروط شنو؟ عندنا فصل 13 باش نحبوا باش نقحوا. شنو فيه فصل 13؟ فيه 13 فيه حاجات كبيرة. لازم تو وقت اللي يجي ويجي واحد تحكم فيه. أما هذا فصل 13 لازم يتنقح وهذه الوزيرة هذه أنا قلت لك لا عيطتنا لا عيطتنا احنا كما خدمنا قبل. أنا رولي الأحسن نقول أحسنت اللي ما أساء نقول راك أسأت. احنا قبل خدمنا وسجلت معكم ومع بالقناع سجلت وقلت قلنا الوزارة النائمة وجبدنا الوزارة وقلنا برشا كلام فيها وقلنا حتى لين مشت الوزارة الوزيرة هذيك الوزيرة هذيك مشات جا وزير آخر ما عادش وزير نائم وزير ناشط. أنا يعني نشوف فيك باش يخدم وزير الفلاحة تو يخدم في خدمة جبارة. هذه ما شفنا منها شيء الوزيرة هذه ما شفنا منها شيء. ما فماش تواصل بينكم بين وزيرة التجارة؟ لا ما عندناش حتى تواصل لحد الآن ما عندنا حتى تواصل. كل الوزراء كلنا تعديت تواصلت معاهم وكل تحدثت معاهم وكل قعدنا وتناقشنا وقتاش التواصل هذوما وقت اللي ثم يجيك رمضان قبل دخول رمضان يجي احنا البهيم القصير البهيم القصير احنا اجا فلان اجا باش تعاوننا في رمضان باش تعمل لنا باش تعملوا لنا باش تعملوا لنا احنا هذاك اللي صاير وقتاش يعيطونا كان في المناسبات هذه. اما توا في مناقشه المشاكل الموجوده ما فماش تواصل؟ ما فماش تواصل ما فماش تواصل وما عندناش حتى تواصل وهذه باش ربما باش نقولها الوزيره النائمه هذه الوزاره النائمه ولت باش نقول لك حاجه اخرى فماش تواصل. الوزاره هذه تعرف اللي فما زياده في الاسعار نتاع الدجاج تعرف اللي فما امكانيه انه نلتجأ للتوريد سامحني العظم كما قلت انت. لا ما سيبز مش تو هذه مش تو باش توريد العظم باش يجي فتره باش نوردوا فيها العظم. اذا كان هذه يبيعوا بالخساره وباش يقعدوا يبيعوا بالخساره باش يجي فتره مش سنه مش عام جاي باش نوردوا. اما هذه لازم لازم نظره كما نقولوا من توا. انت ما ثماش نظره من توا كنا قبل نخدموا خدمه نخدموا ونتعاونوا مع بعضنا كل توا ما ثم حتى شيء. عندهم مرشا شوانتهم يمكن محلولين عليهم كل مره يجيهم حاجه مره هاو زيت مره هاو سكر مره هاو توا هاو الماء مره ندير شنو مره كل مش ملاهيين بينا احنا بالنسبه للزيادات هذه موجوده توا كل يوم يجوا رقم كل يوم ياخذوا الاسواق كل يوم ياخذوا الامور كل عندهم السيت وتابعهم كل شيء امور منظم ثم 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 اداره كامله راهي بلايه بالامور هذه هي شو اسمها هذيك المرصد نتاعهم المرصد لاهي بالامور هذه ثماش حاجه تعدى من غير ما يعلموا بها. شو تحب تقول للوزيره اذا كانت تتفرج فيك وزير التجاره بيان سور؟
احنا هاني قلت لك واش عندنا؟ عندنا مراسلات بعثنا لها جربة مراسلات، لا جواب ولا حياة لما تنادي. المراسلات كلها فيما يخص هو في سوم العظم، في الهامش ربح نتاع العظم، وبالنسبة للفصل تنقيح كرة السروط. كرة السروط احنا نكلموهم أربع مراسلات بعثت لهم تو. قداش عندك مراسلات؟ عندي من الوزيره الاولى، من اللي مشت الوزيره الاخرى حتى هذه، هذه عندنا لها ثلاثه مراسلات، نعرفش يوصلوا لها المراسلات ولا ما يوصلوش، هذيك حاجه اخرى. قلت لك ثم 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 خور، ثم ثم حاجه مش واضحه، مش مستنسين هكا. وحاجه اخرى الدجاج راه ثم استقرا، اذا كان الدجاج ما خرجش على 10,000 راهو خرق العاده، واذا كان الاسكالوب ما خرجش على 20 راهو خرق العاده. ياما هذوما اسوام بالنسبه لك انت خارق للعاده، بالنسبه للمواطن يقول لك انا ما نشريش. مش نشري الحم ب 40,000، مش نشري الحم ب 40,000، احنا هنا نبيعوا له حتى بالبخل، نبيعوا له حتى بشطر بخل. المواطن ما تخلقوش، خاطر هذيك هي راهو هذاك الواقع، هذاك المنطق راهو. كل ما تحبوا الدجاج ب 5,000 تحبوا ب 6,000 دجاج، ما يكونش باش يكون بهذا السوم هذا. هذا نسكر الناس كله تروح.